لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وشمن وسلم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الله وكانت في هذا المحتل في التكنولوجيا سوف نقرأ في الفيديو الأول يعني برامج وحاجات يعني تكون في النظام نفسه بتاع الويندوز يعني بالنسبة برامج يعني بدلها وإحنا مش عارفين أصلا إن هي موجودة على الكمبيوتر بدل برامج هي وتكون فيها ويبسايت وكده في الفيديو ده نتعرف عليها زي مثلا عايزين نغير صدق الناس بعد في منصة الويندوز ونزل منصة جديد ان الريسايكل بن هي الموجودة الوحيدة على سطح المكتب وما فيش اي يعني مثلا فيش في الماي كمبيوتر ما فيش يعني المستخدم نفسه ما فيش انتوك ولا انتوك ولا كنت في بنام اي حاجة من دول ما فيش وفية الريسايكل بن المشكلة دي كده تكون انتهت المشكلة بتاعتنا نغير بقى اشكال الايكونز هندوس تشينج ايكونز مثلا احنا نختار دوت اي حاجة مثلا احنا نختار دوت تاني حاجة يعني متغير شكل الماوس ومتقدرش نحوله فاحنا ممكن يعني في اشكال هنا مع حجمها يعني مثلا دوت لارج ولا بس لارج الاساسي اللي هو ده دوت الاساسي في من لارج وبس لارج انا هختار لارج اللي انا بستخدمه حاليا وانا بالبوينت عشانه على حسب رغبتك مثلا عايز تعمل شنو تحت الماوس ولو عايز اشكال تاني اخرى هندوس على براوز هنا اهو براوز وكان بيوز ديفكال عشان تستعيده زي ما كان اهو اشكال كتير Thank you.
جاي مع الويندوز بدل يعني كامتازيا ستوديو تغيير شكل الماوس والقشرة حواليه كده يعني. فا اهو ده شكل الماوس اهو غير شكله على حسب يعني دي اشكال الماوس مش عارفة اعمل ايه. ما علينا مش عارفة اغير شكله. لو عايز ترجع اللي في الاول خالص تختار اي واحد تدوس ابلاي. لو عايز ترجع الاساسي اصلا اللي هو جاي مع الويندوز دوس يوز ديفيكالت وبعد كده ابلاي. هنستخدم ده. نيجي التأشير على الماوس بقى. هنيجي على بوينتر اوبشنز. هنلاقي هنا الموشن سريع بطيء اي حاجة. نختار السرعة. انا بحب السرعة دي عشان سريع. الاقلاع ويقلع على طول يعني من غير اي بوت او اي حاجه. فمثلا لو عندك اتنين تدوس تدوس على اللي انت مش عايزه يعني مثلا تدوس عليه تروح تدوس ديليت او سيت اس ديفيكالت. دوت السيت اس ديفيكالت عشان هو الوحيد اللي عمل السيرو. تسرع جهاز. في ناس كتيرة عارفة الموضوع ده وفي ناس اغلبهم برضو مش عارفين. انت بقدام مش بكل العالم عليها. انت بتتعلم عليها على حسب البروسيسور. فانا عندي اربعة. في حد عنده ستة ويعني تكتر. انا عايز واحد عشان هو اصلا جهاز سريع لوحده. فانا عايز واحد يعني تستخدم الميموري يعني الميجا الجيجا الواحدة يعني بأربعة
96 ميجا بايت. بتشغل يعني بتنزل العاب برامج كده يعني من اليوتورنت كما قلت دلوقتي حالا. يعني بتخليه يشتغل لحسن انت تنسى يعني تنسى اللي تفتحه. هو بيكمل لك التحميل طبعا من اليوتورنت التحميل اهو بس مش بستخدمه حاليا. وزي يعني البرامج اللي بتشتغل مع بدء تشغيل الجهاز. وهنا التولز، هنا ندوس لانش هنلاقي هنا مايكروسوفت ويندوز، هنا البوزيشن بتاعه هنا يعني البوزيشن بتاع الجهاز او الويندوز. الويندوز. أتمنى يكون الشرح عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.